ماننا شايفين ارقام. ممكن نحصل على ارقام مهمه من فوق 49 قبل ما نوصل للترند 60، ناخذ الفيبو نخليه فيبو فرعي، ناخذ الفيبو من قمه 2014 ونسحبه الين قاع 2016. هذه موجه، هذاك الفيبو حق الموجه الكبيره اللي من 2006. ناخذ الفيبو هنا ايش؟ اللي من 2014 اللي هو من 90.5، 90.5 الين القاع اللي هو كم؟ في 2018 هذا ادنى قاع 25.10. يا سلام يا سلام يا سلام، نفعتنا. شوف شايف الإضافة دي؟ يا سلام. الآن تلاحظ برضو قال لنا إنه أنتوا الآن إلى اليوم ماسكين نفسكم فوق ال 23 فيبو، وهذا دعمكم قبل ما تفكر في الترند ومتوسط ال 50. ترى انت عندك دعم جيد عند 40.5 وهو منطقة ال 23 فيبو المخترقة في 2020 من قمة عام 2014 اللي هي كم؟ 40.5. هي عاد شايفين كيف حلاوة الآن؟ عرفنا كيف نعرف انه السهم حينزل أكثر وحيروح ياخذني ال 38 وحيكون هناك المحك الأكبر إذا كسرت 40.5. طيب لو بدأت ارتد خلاص عرفت انه عندي المتوسط 44 مقاومة، عرفت انه متوسط ال 147 مقاومة، واعطاني من 49.20 ال 23 فيبو من الموجة الكبرى، وعندي 38 فيبو عند 50 ريال و10 هللات هي منطقة ال 38 فيبو من موجة 2014. طيب نحن ايش كنا نبغى نستفيد من الحركة دي؟ استفدنا حاجتين، عرفنا انه عندنا دعم قريب الان نحن واقفين قريبين منه، وعرفنا الآن لو اقتحمنا مناطق الخمسينات عشان نوصل لمنطقة الترند فيها رقم صحيح 50 فيبو من موجة 2014 57.80. تمام؟ يا سلام. فبالله عليك لو جيت تبغى تفكر، لو جيت تبغى تفكر بشكل استراتيجي، تعرف ايش يعني؟ ايش يعني صافولة؟ كيف تخطط عليه؟ من 40.5 الى 38.5 هذه افضل مناطق الشراء والتجميع عندك وبناء محفظتك بهذا المتوسط. ولو كتب الله لك انك ما تكسر الترند ودائما انت متمركز فوق 40.5، فين عندك اهم الاهداف الاستراتيجيه؟ اهم هدف هنا ها هذا هو اللي عند الخمسين، وهذا أسميه أنا مرحلة. المرحلة الثانية من 50 إلى 57 58 أو 60 ريال هنا. هيا شوف أنت تبغى تلعب على أي، تبغى تلعب على 50%؟ ممكن يجيب 50% لو فلنفترض أنه نزل 38 ثم كتب الله لنا خلال هذا العام نعكس الطارة ونقتحم المتوسطات فنتخطى ال 38، مشروع 50% صافر استاهل. بس انت زي ما نرجع لكلامنا، معناه لا في ملل، ما في لا زهق، هي عملية دراسة جدوى. انا استراتيجيا هذه مفروض الفقرة دي تكون قصة سهم، خلاص هي هذه قصة سهم يا اخوان، مع انه كان مفروض ابو يحيى يسوي لها اعداد، لكن هي مفروض تحليل قصة سهم. هذه قصة سهم استراتيجي. لو واحد يبغى يخاف على فلوسه ويبغى يحفظ ماله ويبغى يعرف انه دراسته فيها ان وانه غلط مشروعه ده اللي حيدخل فيه، فين حيكون لا سمح الله وقف خسارته وإعادة حساباته؟ كسر المتوسط الأزرق وكسر الترند، هنا جيم اوفر. هنا معناه انت لو بدأت مشروعك على اساس انه هذا متوسط التعديل والشراء في السهم للمستقبل، تمام، داخل هذه القناه، فين تلغي المشروع وتقول ستوب؟ ما تقبل انه السهم يكسر 37 او 38. هنا تعتبر، انا اقول خليك مع النظريه، خلي حدود النظريه 37 على 357 هو قاصمه الظهر،
خلينا نشوف الخط الأسود ده فين يقرأ. نرفع الخط الأسود على منطقة، خلي اللون الأحمر 37، ها 37 يبان عندنا الترند مكسور، يبان يعني لا قدر الله الآن لو شمعت سهم صافون نزلت لهنا، ها هذه شمعة افتراضية حمراء تكسر الترند ب 37، ما تكسر خلاص خلاص، هذه أنت الآن قريب القيعان يعني مشروع 10% تحت، من أجل أنك ممكن تطلع كم في المستقبل 40% 45% زي كده. فصافولة سهم جميل، جميل استراتيجيا. واحد يقول لي كيف جميل وهو نازل، أقول له جميل استراتيجيا يعني السهم خلاص هو طلع ما شاء الله، شوفوا من فين طالع يعني ما تبغى بالله يهدي يخفض، يمكن ناوي ينزل يبني لك نموذج، هو فعلا في طور نموذج، نموذج ايش؟ كأنه قاعد يبني الكتف الأيمن، الكتف الأيمن تخيل، ها شوف هذا، ها هذه قمة وهذا كان الكتف، هذا الكتف الأيسر، وهنا نزل وهنا طلع وهنا نزل أو نازل الآن، وإن شاء الله والله نموذج حلو، وهذا متوقع أنه يكون هذا سلوك السهم في المستقبل إن شاء الله ما لم يكسر، ما لم يكسر هذه النقطة حطها خطين، كم؟ 37. استمتعت في التحليل الفني؟ هذه يسموه تحليل السهل الممتنع، كل القواعد الأساسية الرئيسية في الكلاسيكي حطيناها بدون تعقيد فني، خطوط عرضية موجودة، في بوناتشي كبير وصغير موجود، نماذج موجودة، شو اسمه ده ترند رئيسي هابط موجود، واضح فين أبعاد القوة، يعني لو أبعد حدود القوة حقتنا، لو جاء واحد قال أنا هدفي 90 في عينك ما ينفتح ملف التسعين إلا لما تخترق 60 يا أخوي، ممكن تطلع عن 60 تضرب في خط الترند وتبدأ تصحيح من جديد وتنزل، فما تيجي تبالغ وتقول والله رايح 90، لو جاء واحد قال أنا بروح 58 نصدقه؟ حسب الشارت اللي أمامنا يصدق ولا ما يصدق الكلام ده؟ أساسا السهم لو حب يطلع داخل المساء، ها نرسم له قناة، هاي نرسم له قناة الآن ما دام هذا حدوده 37، لو جينا الآن أخذنا خط موازي ومررناه من القمة دي، ها ها يجيب الهدف داخل القناة ولا ما يجيبه؟ بالراحة يجيبه، يعني كلام معقول، أما لو جاء قال هذا في 80 نقول له بدري لسه إيش بك أنت بتشطح في التحليل، ونفس الحكاية لو جانا واحد مرجف والله أنا شايف صافولة رايح 30 ريال نقول له روح أركن على جنب، أركن على جنب لسه بدري على الكلام ده، يا أبوي أنا عندي موجة A من B وC من قول له لو سمحت على جنب روق المنطقة، نحن عارفين لما يكسر 37 نعرف إنه فعلا في شيء غلط، أما فوق الترند هذا الملف مقفل، ملف 30 مقفل، ملف 80 مقفل، اللي انت فيه استراتيجيا يقول لك من 38 37 ل 57، هذه لعبتك الاستراتيجيه، تبغى تشتري في القيعان دي اهلا وسهلا، تبغى تستنى الفرج بكره اهلا وسهلا، تبغى تحاول تجزع عروضك قول والله انا ليش ما العب على المرحلتين، لو انا عندي 5000 سهم اخذها هنا اذا وصلت عند الخمسينات ابيع نصها، وين اخترق السهم وراح ل 58 ابيع نصها الثاني واكون كسبت انا يعني على المضمون، بحيث انه اخاف انا يوديني 50 ورجع مره ثانيه يضغطني فاكون انا بعت عند احسن مقاومه بلا بدون طمع زايد، ان اقتحم فانا عندي الباقي، ممكن تلعب بالتكتيك ده يسموه تكتيك الكميات الاستراتيجيه،